ولمناقشة أوضاع المشافي الحكومية ومدى قدرة الكادر الطبي في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، معنا من بغداد رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق السيد فراس الموسوي. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا أستاذنا العزيز، مرحبا بك وبمشاهديك وضيوف الكرام. حياكم الله. سيد فراس، كيف تبدو أوضاع الكوادر الطبية في العراق مع تسجيل وزارة الصحة ل 35 وفاة و 6000 أو أكثر من 6000 إصابة جديدة فقط خلال الساعات الماضية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مما لا شك فيه، الكوادر الطبية والتمريضية بعموم المؤسسات الصحية بالعراق تتعرض لتعب وإرهاق شديدين بسبب تفشي الفيروس وكثرة الأعداد، وهذا ينذر بخطر موجود على أرض الواقع. وبصراحة اليوم الملاكات الطبية والتمريضية والملاكات الساندة جميعها تقدم ما تستطيع بغية الحصول على تحويط الجائحة والسيطرة على المرض، وبالتالي هذا سوف ينعكس إيجابا على صحة المواطن. لكن وللأسف الشديد، في ظل تصاعد الأعداد اليوم الملاكات تتعرض لإرهاق وتعب ومستمرة بتقديم الخدمات ليل مع نهار، وهذا حقيقة الواجب الإنساني والأخلاقي والمهني لهذه الملاكات. لكنه ترى اليوم هذه الأعداد إذا ما تزايدت أكثر من هذا العدد الموجود على أرض الواقع، نعم، سوف لم تتقدم هناك الخدمات في صراحة بشكل جلي وبشكل صحيح، وهذا ينذر ايضا بشكل سلبي على حياه المواطنين. بصراحه اليوم المؤسسات الصحيه هي تفتقر لابسط المقومات الصحيه، وترى اليوم بلدان العالم قد انهارت امام هذه الجائحه. فبالتالي احنا نوصي ملاكاتنا قبل المواطنين بتقديم الخدمات الطبيه ليل مع نهار بما يستطيعون ويمتلكون من مهارات، لكنه بنفس الوقت نوصي ايضا المواطنين. سنأتي إلى هذه النقطة سيد فراس، سنأتي إلى التوصيات المتعلقة بمكافحة الوباء، لكن إلى جانب ما ذكرته، إلى أي مدى ساهم انخفاض كميات اللقاحات المتوفرة في العراق وانخفاض أعداد الراغبين بتلقي اللقاحات في زيادة الإصابات بالفيروس وفي دخول الموجة أو المرحلة الثالثة من الموجة؟ نعم أستاذ مصطفى، هناك شقين بالأمر. الشق الأول أنه الأعداد التي أخذت اللقاح هي أعداد جدا قليلة ولا يتناسب مع أعداد الموجودة في العراق، ما يقارب 40 مليون نسمة. المتلقين للعلاج لا يتجاوزون 700 ألف أو 500 ألف متلقح في لقاح ضد الجائحة، وأغلب الذين تلقوا اللقاح حقيقة بهم من أصيب مرة ثانية، لكنه الإصابة بدلالة اللقاح أصبحت خفيفة وطفيفة وعلاجها جدا بسيط. لكن وللأسف الشديد اليوم ترى المواطنين هم عازفين عن أخذ اللقاح بسبب المهاترات الإعلانية وعدم مصداقية بعض القنوات وترويج لبعض الأكاذيب حول اللقاحات، وهذا أيضا ينظر بخطر ثاني على اعتبار اليوم لا مناص ولا مناص عن هذه الجائحة إلا باللقاح والتحصين. فبالتالي التحصين يقي بعض المواطنين والفئات العمرية من خطر الإصابة. نعم، اللقاح لا يغطي أو لا يمنع الإصابة بقدر ما هو يكون مانع للإصابة الشديدة. فبالتالي نحن نستطيع أن إذا ما لقحنا أن نحافظ على أقل تقدير، أن لا ننسحب للعنايات المركزة وأن لا نحتاج الأكسجين وأن لا نحتاج ولا نعبر مرحلة ندخل مرحلة الخطر والإنذار. فبالتالي نحن نمارس الحياة بشكل طبيعي كما جرى، يعني أو بشكل نوعا ما أفضل مما هو عليه الآن. طيب سيد فراس، ماذا عن الإجراءات الصحية الواجب اتباعها الآن مع دخول البلاد في الموجة الثالثة والتي وصفت بأنها أشد خطورة من الموجات السابقة نظرا لطبيعة الفيروس الذي تطورت خلال الموجات السابقة؟ بصراحة أنا بغض النظر عن الوصايا التي قدمت من الجهات المعنية بهذا الأمر، بقدر ما أوصي المواطنين بأخذ اللقاح. أخذ اللقاح هو لعله التحصين الأول ضد مرحلة أي خطر. هل هو متوفر بكميات مناسبة؟ يعني متوفر بكميات جيدة؟ نعم، اللقاح متوفر بنسبة جيدة يتناسب مع الأعداد إذا ما كانت الأعداد متزايدة. نعم، إذا أقبل الشعب بشكل قوي وجلي، نعم سوف تقل نسب اللقاحات الموجودة، لكنه على أقل تقدير سوف نغطي
مساحة جيدة ولا بأس بها من مرحلة الخطر، وبالتالي راح يكون عندنا أناس ومواطنين محصنين ضد الفيروس ويستطيع أيضا يمارس حياته بشكل طبيعي، وهذا ما نسعى وتسعى إليه الجهات المعنية وجميع دول العالم بأن يتحصن جميع أبناء الشعوب وكذلك لممارسة حياتهم. لأن تعرف اليوم الحياة شبه المعطلة بسبب الجائحة، وهذا طبعا ينذر أيضا بخطر وتأثير سلبي على الحياة الاقتصادية وعلى الحياة الاجتماعية. فبالتالي نحن نوصي بأخذ اللقاح والتحصين، ونوصي أيضا بالالتزام بالتوجيهات التي تطلقها الجهات الرسمية. على ذكر التوجيهات، اليوم المطلوب يعني بعض الإجراءات مطلوبة للحد من زيادة الأعداد وإمكانية فتح البلاد ويعني ذهابا وإيابا، وأنتم تقومون في الحقيقة في الفرق المتطوعة التمريضية تقومون بدور كبير في دعم الكوادر الطبية التي تعاني من تهالك في مقدراتها وأعداد يعني قليلة من كوادرها البشرية التي تستطيع بالفعل مواجهة هذا الوباء. نعم، ملاكاتنا التمريضية والمتطوعين يقدمون ما يستطيعون وكل ما يمتلكون سواء على المستوى المادي أو المهني أو المعنوي. نعم، لكن بنفس الوقت نحتاج إلى تكاتف وتعاضد من الجميع لعبور مرحلة خطرة جدا. الموضوع العلمي والتوعية العلمية للمواطنين نسعى إليها بقدر الإمكان، وبنفس الوقت ويقابلها تقديم خدمات تمريضية وكذلك خدمات طبية لكل الراقدين سواء في المؤسسات الصحية أو حتى خارج المؤسسات الصحية في منازلهم. أشكرك جزيلا. نعم، أشكرك جزيلا سيد فراس الموسوي رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق، كنت معنا من بغداد، شكرا لك.